الحديث أكثر إذن مشاهدينا الكرام عن بوادر انحسار النفوذ الإيراني في سوريا بسبب الخسائر التي تتكبدها سواء عسكريا أو اقتصاديا. معنا هاتفيا من اسطنبول عضو الائتلاف السوري المعارض أحمد رمضان. طابت أوقاتكم سيد أحمد. تتحدث إذن بعض المصادر عن أن بعض الميليشيات الطائفية المقاتلة في سوريا بدأت تقلل أنشطتها في سوريا بسبب هذه الاستراتيجية الصهيونية الجديدة في تكثيف الغارات على قواعد تلك الميليشيات، كيف تقرأ ذلك؟ مساء الخير. يعني أعتقد أن الصورة بهذا الشكل ربما لا تكون دقيقة. من الناحية الفعلية ليس هناك انسحاب إيراني، على العكس تماما. إيران والميليشيات التابعة لها ما تقوم به الآن هو إعادة التموضع بشكل مختلف وعلى عدة مستويات. هناك عملية إخلاء لبعض المواقع العسكرية وتعويضها بالانتشار داخل في عمق المناطق المدنية وأيضا تحت مسميات مدنية. طلب من عناصر الميليشيا في كثير من المناطق عدم ارتداء الزي العسكري عند التحرك بل ارتداء أزياء مدنية. مخازن السلاح أعيد أيضا تخزينها في أماكن مختلفة حتى لا تستهدف من قبل الطيران، سواء طيران التحالف أو الطيران الإسرائيلي. وعلى الرغم من ذلك حتى الآن ما زالت هناك عملية إمداد لوجستي لهذه الميليشيات قائمة، وعملية إدخال أيضا للميليشيات إلى داخل الأراضي السورية. وأتحدث هنا عن ميليشيات حزب الله التي أعلن نصر الله أنه يرسل المزيد من العناصر حتى في ظل كورونا، وأتحدث هنا عن ميليشيات عراقية العصائب والنجباء وأبو الفضل العباس وغيرها من الميليشيات التي تأتي تباعا. وأتحدث أيضا عن ألوية فاطميون وزينبيون وحيدريون وكل هذه الميليشيات ما زالت موجودة، ما زالت تتموضع في كثير من المناطق وتتخذ أيضا حالة قتالية في مناطق مثل ريف إدلب، تنتشر بكثافة في مناطق في جنوب سوريا ولديها سيطرة ونفوذ، وتتاجر أيضا حتى في المخدرات في بعض المناطق الحدودية. ونتحدث أيضا عن شرق سوريا التي تحاول أن تؤمن فيه طريق تستند إليه إيران من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان. إذن هو تغيير تكتيكي وفق هذا الواقع المفروض، هل ستكتفي هذه الميليشيات بذلك أم سترد بطريقة ما على هذه الغارات الصهيونية الموجعة عليها؟ يعني ليس هناك قدرة ولا رغبة ولا إرادة إيرانية بالتعامل مع مصادر القصف. هذه العمليات ليست جديدة، لكن في النهاية هناك تبادل أدوار. يعني هذه الميليشيات وصلت إلى حدود الجولان لكنها لم تهدد إسرائيل على الإطلاق. كل ما تقوم به هذه الميليشيات من الناحية الفعلية هو ضد الحواضن المدنية في داخل سوريا كما فعلت في العراق، تعمل على تهجير السكان الأصليين من تلك المناطق وعمليات إحلال، لكنها تتخذ شعاراتها بأنها ضد إسرائيل وأنها تتحدث عن المقاومة، لكن لم تطلق صاروخا واحدا باتجاه إسرائيل. هي أطلقت آلاف الصواريخ تجاه المدنيين السوريين. لذلك حقيقة ليس هناك أحد ينخدع بهذه الشعارات من ناحية، ويدرك أن هذه الميليشيات واستراتيجية إيران واستراتيجية حزب الله واستراتيجية هذه القوى بشكل عام هو توفير تقديم نفسها على أنها الضامن لأمن إسرائيل مقابل تمكينها من تلك المناطق. شكرا جزيلا لك من اسطنبول عضو الائتلاف السوري المعارض أحمد رمضان.